لم تعد الحروب والأمراض فقط تهدد حياة البشر، ف300 مليون شخص في العالم عرضة لمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وفقاً لتحليل جديد أجراه المعهد الدولي للبيئة والتنمية في لندن. التحليل حذر من موجة حر شديدة في 4 قارات خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما يعزز المخاوف من تأثيراتها على الإنسان، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة مئوية في 20 من أكبر عواصم العالم بينها نيو دلهي وجاكرتا وبوينوس آيروس بنسبة 52% على مدى العقود الثلاثة الماضية. تحذيرات أتت بعد أن أظهرت بيانات محطة أرصاد جوية أن نيو دلهي شهدت أطول وأشد موجة حر منذ 74 عاما، مسجلة 39 يوما متتاليا من درجات حرارة قصوى بلغت 40 درجة مئوية. كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في وفاة المئات عبر آسيا وأوروبا، فيما لم تسلم دول البحر المتوسط من حرائق الغابات. ورغم أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت بمتوسط 1.3% فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فإن تغير المناخ يغذي درجات الحرارة القصوى، ما يجعل موجات الحر أكثر شيوعاً وكثافة وأطول أمداً. الدراسة تحذر أيضاً من خطر الحرارة المتطرفة على 74% من سكان العالم في حال لم ينجح العالم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.